من الأكلات المشهورة ببساطتها ولذتها هنعمل النهاردة شوربة عدس. في حلة على النار هنحط شوية زيت نباتي وعليهم بصلة مقطعة وتوم مفروم، وهننزل عليهم بجزرة مبشورة، ونضيف طماطم مقطعة وبطاطساية مقطعة، وهننزل عليهم بالعدس الأصفر، ونصب عليهم مية مغلية لحد ما نغطيهم ونسيبها تاخد غلوة. بعد كده نوطي النار ونسيبها لمدة ربع ساعة. بعد كده هناخدهم ونحطهم في الخلاط ونحط عليهم رشة ملح وفلفل اسود ونضربهم، وهنرجعهم الحلة تاني ونسيبهم ياخدوا غلوة ونقدمهم. وبكده تكون انتهت وصفتنا للنهاردة، اتمنى تجربوها وتعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.